السلام عليكم. كمبدئيا بشكر كل واحد بعت لي وقال لي الحمد لله على سلامتك يا ابو ادم. زي ما انتم عارفين انا كنت تعبان شويه ولا زلت، ولكن الحمد لله. فحبيت ان انا اصور لكم ايش بصير معايا اول باول، ونرجع من اول جديد ونعمل فيديوهات على اساس انه الكل يتعلم. تمام، موضوع حلقتنا اليوم انه احنا داخلين على اللي هو فصول اللي هو البرد القادمة لما نوصل للشتاء. تمام، ايش التحصين يا ابو ادم؟ صراحة اجاني اسئلة كتير، قال لي ايش بدنا نعمل في فصل الشتاء اللي بده يجي علينا، كيف احنا بدنا نحسن من اللي هو الدجاج او الدواجن عنا او الرومي، وكيف ما بدناش يصيب اللي هو بالرشح والزكام والامراض الخبيثة. فاليوم احنا جايين معاكم باكم من خلطة، اتمنى انه انت تضلك معايا لاخر الفيديو على اساس انه انت تستفيد باكتر اشي ممكن مني. تمام يا جماعة الخير، اليوم حفرجيكم ايش معايا انا، اليوم ايش جايب معايا على اساس انه احنا نتعدى او نتخطى اللي هو مرحلة اللي هو الفيروس اللي في الجو اللي هو منتقل من اللي هو الرياح وكده. زي ما انتم عارفين انه احنا في النهار بكون الجو عندنا شبه سخن او شبه مشمس، وفي الليل بتبدا انه هي الدنيا او الجو يرخي، وبصير اللي هو يا جماعه الخير اللي هو الهواء وبصير مسحوب شويه رياح، وبالتالي بصير البيت او المكان بكون ساقع شويه. فهلقيت حفنجيكو اللي هو اللي انا جبتهم معايا. تمام يا جماعة الخير، كمبدئيا احنا اليوم جبنا معاكم اللي هو صراحة هذه مش للاستخدام اللي انا بدي استخدمه معاكم، ولكن هي تقريبا للجسم، تحميم الجسم وكده زي ما انتم شايفين. فاحنا بدنا نستخدمها اليوم معانا صراحة هي للجسم، ولكن احنا بدنا نستخدمها باستخدام معاكم اليوم، فهنستخدمها معاكم، فخليكم معانا نشوف ايش بدنا نسوي فيها هذه. فالله المستعان، معانا اول شيء غرض زي ما انتم شايفين، وحنروح نشوف ايش معانا كمان. معانا يا جماعه الخير، بس انا مش قادر انزلها عشان ما يخطفوليش اياهم زي ما انتم شايفين. معانا اللي هو بصل مخرط، بصل مخرط واللي هو جمع الخيار والبندوره، فحنحطه كله مع بعض ونشوف ايش بدنا نسوي اليوم. تمام، بس هذا معاك يا ابو ادم. لا، انا بحب ان انا اقول لك انه انا بستخدم دواء الفلاجين، هذا هو دواء الفلاجين، كتير 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 مفيد صراحة. انا بحطه مع المية، فبحط حبة او نص حبة على هواء كم لتر عندي انا، فمش عارف اذا انتو عندكم هذا الدواء ولا لا، ولكن هو يعني فلاجين. هيو ثواني، فلاجين 40 زي ما انتم شايفين. فهذا لايش يا ابو ادم؟ هذا للمعدة، لو عندهم يعني ماكلين اشي هيك ولا هيك، عندهم في بطنهم حاجات، كله هذا بروح مع الفلاجين. تمام، فزي ما انتم شايفين هذا هو الفلاجين، فانا هحط منه ان شاء الله، وخليكم معانا. تمام، اول شيء خلينا نلبس اللي هو الكفتات. مش عارف اذا عندكم هذا الاختراع ولا لا، هلقيت حنشوف ايش هو استخداماته، فخليكم معانا يا جماعه. زي ما انتم شايفين يا جماعه الخير انا لبستهم، فيلا بدنا لايكات كتير يا جماعة، بدنا لايكات عشان نبدأ الفيديو بحماس ان شاء الله ونتعلم كلنا. يلا لايكو ونروح نشوف ايش معانا. تمام يا جماعة، خلينا نحط لهم هوش البصل. زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير البصل لايش احنا بنستخدمه
بيكون فيه اللي هو المضادات الحيوية واللازم منه. تمام، اجيت هنبدا انه احنا نحط كمان الخضار معاه. تمام يا جماعة الخير، حطينا اللي هو الخضار او بواقي الخضار اللي عندك، راس الخيار او راس البندورة واللازم منه يعني. فبرضه هذا بعطيهم الياف وبعزز عندهم المناعة وخليهم يعني كيف بصحة جيدة وكده يعني. تمام، حابب برضو انا احكي على حاجة او انوه على حاجة بالنسبة كمان للي هو البصل او القراط الاخضر، فهو كتير 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 مفيد لإلهم، بخليهم اللي هو يفتح عندهم شهيتهم وبالتالي بياكلوا اكتر فبسمنوا اكتر فبرموا معاك وزن حلو. بالنسبة للي هو الدجاج او الرومي البلدي. تمام، فخلينا نشوف ايش معانا كمان. تمام، معانا اللي هو زي ما انتم شايفين العلف، سوينا احط تقارب عشان تبين اكتر. اها تمام، معنا يا جماعة الخير اللي هو العلف، علف مع اللي هو ذرة صفرة كبيرة، ذرة عوجة، قمح، شعير، علفة نمرة واحد، علفة نمرة اتنين، علف بياض، وكمان اللي هو حمص، وهيهن في بازيلا او بسلة ناشفة، وفي عدس كمان، حبة عدس، هاي هالعدسة شايفينها هاي وقعت. فكل هذه البقوليات منيحة كتير كتير للطير. خلينا نحطه، وتنساش يا جماعة الخير تنساش اللايك، اعمل لايك، خلينا نستمر معاكم. ولو لسه انت مش مشترك عندي انزل واشترك، يعني الزر عندك هان يا دوب ادعس عليه دعسة صغيرة بطلع لك اشتراك، وخليك معايا وان شاء الله تستفيد دوم. خلينا نحط لهم. تمام، هيك احنا الوجبة هذه بعد العصر تقريبا، الساعة هلقيتها يا جماعة الخير، ثواني اشوف الساعة، الساعة تقريبا هلقيتها 5 ويعني 6. تمام، فهذه الوجبة لإلهم على أساس إنه يعني تقويهم طول الليل. تمام، فالوجبة الأولى بتكون الساعة 6 أو الساعة 7 الصبح. فصراحة أنا بحطهمش يعني من الساعة 6، بحطهم بعد ما أصلي الفجر، بحط لهم الأكل تبعهم وبأسيبهم يعني وقتش بشوفهم هلقيتها. تمام، يعني بس بفتح عليهم الصبح بعد ما ياكلوا بكون حاطط لهم الأكل بعد اللي هو صلاة الفجر كده، فبفتح عليهم الساعة مثلا 11 أو 10 لما أطلع الشغل، وبسيبهم هيك يتلاعبوا في الأرض وكده. فخلينا نشوف ايش معانا كمان. طبعا لقيت بتقولوا طب انت ليش لبست الكفه يا ابو ادم وايش وظيفتها؟ تمام، هي وظيفتها يا جماعه الخير هذه الكفه انه احنا نتحمم فيها، هي هيك معموله يعني المفروض ان احنا نتحمم فيها. تمام، فاحنا بدنا نعملها كجلايه للميه او الشربات عندنا للطيور. ف خليكم معانا نروح نجلي اللي هو باقي اللي هو الشربات على اساس انه برضو ما يجيش مرض من اللي هو المية واللي الكلام هذا. تمام، قبل ما نروح تنسوش اللايك هاي كمان مرة. تمام يا جماعة الخير، كلكم عارفين انه انا عامل مجلة برا البيت على اساس انه انا استخدمه للطيور وكده. فبلا ما اطول عليكم، زي ما انتم شايفين هنبدا انه احنا نغسل ونشوف هل هذه حتغسل يعني معانا ولا لا. فخلينا نشوف. والله كمبدئيا يعني
حاسسها جلك. انا مش عارف، كمبدئيا حاسس انه هي جلات وكده. فخلينا نشوف يا جماعه الخير ايش بصير معانا. يعني مسافه، بس حطيت اصبعي زي ما انتم شايفين كان عليها الوسخ راح. فمش عارف صراحه هي للجسم، ولكن انا استخدمتها زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف البياض هذا، الوسخ هذا بروح ولا لا. هيو معاكو يعني زي ما انتم شايفين، مش حط في الفيديو وارجع لكم. خلينا نشوف زي ما انتم شايفين، انا حاسس انه هي فعاله ومية المية. فخلينا معانا نشوف بالاخر ايش بصير. بدل ما تجيب ليفه وكذا، البس هالكفه ويلا اجري. يعني زي ما انتم شايفين لسه يا دوب مسكتها، ويعني رجعت تاني بيضة، والله يرزق الوسخ اللي كان فوق كله راح. فانا دربلكو انا بحسس عليه تحسيس، يعني يا دوب ماسكه يا دوب، يعني بفرك فرك بس كده، يعني ما حطيتش قوة، يعني مش حاطط القوة اللي هي. فمش عارف يعني هل يعني هذه يعني كيف هذه للجسم، يعني لو انت بدك تليف فيها جسمك حتطلع الجلد معاه. فبنصحش انه هو يعني الواحد يشتريها للجسم، بنصح انه انت تشتريها تليف فيها اللي هو المواعين او اللي زي هيك. تمام، احنا هنخلص ونجلي معانا كمان واحدة هان، بس انا حجليها ونجلي السطل هذا كمان، ونجلي السطل هذا ونحط اللي هو الدواء ونفرجيكم ونرجع لكم. تمام يا جماعة الخير، هناخد الفلاجين. زي ما قلت لكم حقسم هذه على اثنين، يعني هذه حقسمها على اثنين. ثواني بس اقسمها في تمي. تمام حط هالنص وهالنص. تمام، هو حيدوب وهيتحرك لحاله. تمام، هنحط برضو كمان واحدة كاملة في الجردل الكبير. ثواني، برضو حبة هنا هي حتدوب. خلصنا احنا هيك، هنروح نحطهم ونخلص الفيديو معاكم، خليكم معانا. تمام يا جماعة الخير، بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى انه انت تكون استفدت معنا حبايبي. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلق لايك، لو اول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس لتصلك كل جديد. حبايبي اطمرش عليكم يوم من غير ابتسامة اكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.